بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في الأرض. ثم أما بعد، ما زلنا في البحر الرائع في باب التوبة، وقلنا التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل والاستقامة على طريق الله عز وجل. وقد أمر الله عز وجل بالتوبة النصوح، فقال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وذكرنا هناك يعني علامات للتهمة في التوبة، فمن علامات التهمة ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته. من علامات التهمة طمأنينة القلب ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب، يعني سن يظن أنه يعني قد قبلت توبته وقد محيت توبته، فهو قد تاب إلى الله ولكن لا يدري هل قبلت توبته ومحيت توبته، فينبغي أن يظل على الخوف حتى تنزل عليه الرسل، منها جمود العين واستمرار الغفلة، وألا يستحدث العبد أعمالا صالحة بعد التوبة. لو تجد حاله قبل التوبة كحالي بعد التوبة. أما على نصحة التوبة، منها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبلها، وكان قبل التوبة يفرط في الصلاة ويضيع الصلوات ويضيع تكبيرة الإحرام، كان يطلق بصره، كان يعني لا يتورع عن أن يقع يعني في أعراض للناس، فصار بعد التوبة يعني يملك نفسه ويغض بصره ويمسك لسانه ويداوم على تكبيرة الإحرام ويتخلى في كل شؤونه، كما قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فالاستقامة تكون مداومة على تقوى الله عز وجل، وقول صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فالعبد يكون حاله بعد التوبة خير من حاله قبلها، وده يستلزم أن يستحدث العبد أعمالا صالحة تتجدد له عبادات لم تكن، ويستشعر يعني حلاوة الإيمان وحلاوة طاعة الرحمن عز وجل. منها ألا يزال الخوف مصاحبا له، لا يأمن مكر الله طرفة عين، إلى أن يسمع يعني قول الملائكة عند قبض روحه: ألا تخافوا ولا تحزنوا. فالخوف دائما من المستقبل، الخوف والحزن على الماضي، فالملائكة تزيل من قلب الخوف من المستقبل لأنه مقبل على رحمة الله وعلى جنة الله، وتنزل من قلبه الحزن على أولاده وعلى يعني الدنيا. منها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا مما فرط منه، وخوفا من الله عز وجل، كحالك حال يعني عبد أبق من سيده وأحيط به وأحضر إلى سيده، أو عبد أجرم جريمة عظيمة في حق ملك عظيم وأحيط به وأحضر يعني بين يدي الملك، فهو لا يدري هل يعفو عن الملك أو يحاسبه بذنوبه. قال عز وجل: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال سفيان بن عيينة: تقطعها بالتوبة. والقلوب إما أن تتقطع بالتوبة في الدنيا أو تتقطع إلى حقة الحقائق وعين ثواب المطيعين وعقاب العصيين. منها كسرة تحصل يعني في
قلب العبد لا يشبهها شيء ولا تكون لغير المذنب، لا تحصل بجوع ولا رياضة ولا حب المجرد، وإنما هي أمر وراء هذا يعني كله تكسر القلب بين يدي رب كسرة عامة قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين يدي ربه طريحا ذليلا خاشعا كحال عبد أبقى هرب من سيده فأخذ فأخذ بين يديه ولم يجد من ينجيه من سطوته ولم يجد منه بدا ولا عنه بناء ولا منه مهربا وعلم أن حياته وسعادته وفرحه ونجاته ونجاحه في رضاه عنه. الإنسان لما يكون في الطاعة يبقى في ممتاز سعادة في عمره في حج في اعتكاف بس علم لسعادة الإنسان يعني في القرب من الله قلوب لا تصل إلى مناه حتى تصل إلى مولاه. فالناس يظنون أنه يسعد لو بعد عن الشر لو فسخ عن أمر الله لو اتبع هواه، ولكن في الواقع هو لو سأل نفسه أين وجد السعادة؟ هل في التمرد عن شر الناس؟ هل في إطلاق البصر؟ هل في اتباع الشهوات؟ هل في أكل الحرام؟ هل في ظلم الناس؟ يجد كل هذه ظلمات ينعلى القلب ظلمات بعضها فوق بعض. ولكن الإنسان لو وفق لعمره لقيام ليلة للصيام لدرس علم الجو إيماني فعلا يجد يد السعادة لأن القلوب لا تسعد إلا بالله عز وجل. ففي القلب فقر وحاجة ونقص واضطرار إلى الله عز وجل يظل في ضنك وشقاء وتقلب وهم وغم وحزن حتى يعرف ربه عز وجل. فإذا عرف الله اطمأن به وسعد به وأنس به واستغنى بحبه عن حب من سواه وبذكره عن ذكر من سواه وبطاعته عن طاعة من سواه. فالعبد يعلم أنه لا سعادة له إلا في رضا ربه عنه وأنه لا يستغني عن ربه طرفة عين. وقد علم أحاطة سيده بتفاصيل جناياته وهذا مع حبه لسيده وشدة حاجته إليه، لأن المألوه الذي تألوه القلوب أي تنجذب له القلوب يعني حبا ورجاء وإخلاصا وتوكلا. وعلم بضعفه وعجزه وقوة سيده يعني ذله وعز سيده، فيشتغل في هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع ما أنفعها للعبد وما أجدى عائدتها عليه وما أعظم جبره بها وما أقربه بها من سيده. فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح يعني بين يديه والاستسلام له. فلله ما أحلى قوله في هذه الحال أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتي وضعفي وبغناك عني وفخري إليك، هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير سؤالا من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه، يا من ألوذ به فيما أهمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يشعر الناس عظما أنت كاسره ولا يهدون عظما أنت جابره. فهذا أمثال من أثار التوبة المقبولة ومن علامات صحتها. فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتائم توبته وليرجع إلى تصحيحها، فما أصاب التوبة الصحيحة بالحقيقة وما أسهلها باللسان والدعوة. وقلنا أن التوبة ليس القول القائل لسان تبت إلى الله وجهت إلى الله، ولكن لابد أن يعقبها عمل، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله مدام. يعقبها ندم، يعقبها خوف، يعقبها استقامة على طاعة الله عز وجل. فهذه التوبة يعني الصحيح، فأن يكون حاله بعد التوبة خيرا من حاله قبل التوبة، أن يظل على الخوف حتى تنزل عليه الرسل ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني ذلك تقطع القلوب. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. من ذلك الكسر التي تحصل يعني في يعني قلب العبد لا يشبهها لا يشبهها شيء. أسرار التوبة ولا طائفها، يقول ابن القيم في مدارك السالكين: اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه خطيئة فله نظر إلى ثلاثة أمور. طبعا الفسقة والفجرة والذين يتبعون المعصية، المعصية لا يستشعرون يعني بشيء ولا يحسون بشيء ويتبعون معصية بالمعصية وكبيرة بالكبيرة، لا يعني يرجعون إلى الله ولا يتوبون إلى الله، كما قال عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني حتى لو يا ذنب
صغير يتذكر ويعود ويندم ويستقيم ويكتب الأعمال الصالحة. ثم قال وإخوانهم يعني إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يكسرون، يتبعون معصية المعصية ويستمرون على معصية الله يعني عز وجل. فصاحب البصيرة إذا صدرت منه خطيئة فله نظر إلى ثلاثة أمور، أحدها أن ينظر إلى أمر الله ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. لا بد أن يعترف بالذنب يعني أولا هذه بداية التوبة. الثاني أن ينظر إلى الوعد والوعيد هذه الخطيئة متوعد عليها أو الله جل خوف عباده من سطوته ومن يعني معصيته، ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشيا يحمله على التوبة. وهذا الخوف هذه الخشية تكون بحسب يعني كلما ازداد علما ازدادت الخشية، وكلما علما بالله عز وجل وكلما ازداد يعني إيمانا ازداد يعني خشية من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. الثالث أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه وأنه لو شاء لعصمه. الله عز وجل كان يمكن أن يعصم المؤمنين يعني من المعاصي والذنوب، كما عصم الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، كما عصم الأنبياء، فكان يمكن للمؤمن أن يكون معصوما، ولكن الله عز وجل يعني مكنه من المعصية وتركه يخاف في المعصية، فيحدث له ذلك أنواع من المعرفة بأسماء الله وصفاته ورحمته ومغفرته وحلمه وكرمه، وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء، كان ممكن يأخذه على المعصية، ولكن أن الله عز وجل حليم يعني حلم عنه وتركه، ولأن الله عز وجل ستير ستر عليه، ولأن الله عز وجل كريم يعني ما يعني أهلكه يعني بهذه المعصية، يقول توجد له هذه المعرفة العبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة، ويعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاته، وأن ذلك موجب الأسماء الحسنى وأثرها في الوجود. إذا كان العباد لا يخطئون فيعني لمن تكون المغفرة، وإذا كان الناس لا يخالفون فعلى من يحلم الله عز وجل، كما ورد في الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يعني يذنبون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل يلي لهم. يقول وأن كل اسم وصفة مقتضي لأثره وموجبه متعلق به لا بد منه. هذا المشهد بأسماء يطلعه على رياض منقى من المعارف والإيمان وأسرار القدر والحكمة يضيق على التعبير على نطاق الكلمة. وطبعا هنا تأتي يعني فائدة تعلم العلم تعلم الأسماء والصفات والتعرف على رب الأرض والسماوات، بحيث أنه لو وقع في معصية يتذكر الحلم ويتذكر المغفرة ويتذكر الكرم ويتذكر العفو، وأن يعني هذه الأسماء لابد يعني أن يظهر يعني أثرها في الوجود. منها أن يعرف عزة الله عز وجل في قضائه، وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضي بما شاء، وأنه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء وحال بين العبد وقلبه وجعله مريدا شائيا لما شاء فيه العزيز الحكيم. يعني المؤمن يعني لا يحب المعصية ولا يقصدها، ولكن تضعف نفسه يغلبه شيطان يؤتى من حب للشهوات أو من حب للدنيا، فالله عز وجل شهد عصمه، فالله عز وجل عزيز. كان أحد الصحابة كان يشرب الخمر فيؤتى به فيؤمر بإقامة الحد عليه، ثم يذهب يشرب الخمر مرة ثانية فيؤتى به فيقام عليه الحد، فقال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، فوالله إني لأعلم أنه يحب الله ورسوله. وكم من محب للصحة ويأكل ما يضر، فالمعاصي لا تنافي يعني أصل الإيمان، إنسان عنده حب لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن تنافي كمال الإيمان. لا شك أن الذي لم يقع في هذه الكبيرة أفضل وأحب إلى الله وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يقع في هذا الذنب. يقول فالله جل حال بين العبد وقلبه وجعله مريدا شائيا لما شاء فيه العزيز الحكيم،
وهذا من كمال العزة، إذ لا يقدر على ذلك إلا الله. والله عز وجل أقرب للعبد من قلبه، ويحول بين العبد وقلبه. وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهرك، إن إنسان يسجنك يعذبك، ولكن لا يستطيع التصرف في يعني قلبك، أو يجعلك مريدا لما يريد، شائيا لما يشاء. أما جعلك مريدا شائيا لما يشاءه منك ويريده، فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة الذي يملك القلوب ويملك النواصي ومالك الملك. ما من دابة إلا هو آكل بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه من قلبه، تمكن شهوده منه كالاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له، لأنه يصير مع الله لا مع نفسه. ومن معرفة عزته في قضائه أن يعرف أنه مدبر مقهور ناصيته بيد غيره. طبعا ده غير قول الجبرية تمثل البيت القائل القاف اليد مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، لأن هؤلاء ينفون مشيئة المخلوق بالكلية، جعلون المخلوق زي ريشة في مهد بريئة ليس له مشيئة. طبعا هذا خلاف القرآن، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالمخلوق له مشيئة وله إرادة، وتقع مشيئته وإرادته إذا وفقت مشيئة الله عز وجل وإرادته الكونية. فالقول الإنسان مخير ولا مسير، يعني هذا يعني سؤال يعني فاسد، زي ما تقول مثلا يعني هذا الحائط يعني أبيض ولا أسود، ولا أبيض ولا أسود. فالإنسان يعني ميسر يعمله، فكل ميسر لما خلق. فالمؤمن مريد الخير، يشاء الخير ويحرص على الخير ويأخذ بأسبابه، والله جل يوفقه ويعينه ويهديه. والفاسق والفاجر مريد للشر محب للشر، والله جل يأخذه، وإذا أخذ له الله جل يتبعه الشيطان، كما قال بعض السلف: رأيت العبد ملقا بين الله عز وجل وبين الشيطان، فإن تولاه الله عز وجل لم يخذل عليه الشيطان، وإن خذله الله أخذه الشيطان. فسنة يستغني عن ربه طرفة عين. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ما قالش أن استغنى، أنه لا يستغنى، ولكن بجهله يظن أنه استغنى عند ذلك يطغى. فالحصل الإنسان ميسر، كل ميسر لما يعني خلق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. كذلك يضل الله كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله جل يعني يظلم يعني أحدا يعني مثقال يعني ذرة، ولكن الذي يعني يحب الخير ويقصده ويأخذ بأسبابه الله جل يعينه، والذي يعني يحب الشر ويريده ويأخذ بالأسباب الموصلة إليه يخذله الله عز وجل، فتتبعه الشياطين ويقع في الشر. فيقول: من معرفة عزتي في قضائه أن يعرف أنه مدبر مقهور ناصيته بيد غيره، لا عصمة له إلا بعصمته، ولا توفيق له إلا بمعونته. وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. خوارج كانوا على يعني عبادة عظيمة جدا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وهم يعني كانوا يسابقون النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعات والعبادات، يواصل فيواصلون يعني مع صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال: يخرج من ضد هذا أقوام يحفر أحدهم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم. ثم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. وكما قال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لا يدركه. مش كل واحد عايز الخير يدركه. فهو الأمر لتوفيق الله عز وجل، لابد أن يوفق الله عز وجل العبد. وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فيكون معرفة عزته في قضائه أنه يعرف أنه مدبر مقهور ناصيته بيد غيره، لا عصمة له إلا بعصمته، ولا توفيق له إلا بمعونته. فهو دليل حقير في قبضة عزيز حميد، كلما شاهد عزة الله ويعني قوة الله وقدرة الله جل، يشاهد في المقابل ذل نفسه ويشاهد ضعفه
وذله. من شهود عزته يعني أيضا في قضائه أن يشهد أن الكمال والحمد والغناء التام والعزة كلها لله، وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذنب والعيب والظلم والحاجة، وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله وكماله وحمده وغناه، وكذلك العكس. فنقص الذنب وذلته يبطئه على مشهد العزة إن الله جل عزيز. وكما قال يعني العارف يعني يخرج من الدنيا وما خضى وطره من شيئين، ثناؤه على ربه وبكاؤه على نفسه. والعارف يسير بين مشاهدة المنة ومطلعة عيب النفس والعرف. فكلما شاهد المنة وشاهد كمال الله عز وجل وعزته في قضائه شاهد يعني فخره ونقصه وحجله، لا يغتر بطاعة ولا يعجب يعني بعباده. ومنها أن يعلم بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، ولو شاء لفضحه بين خلقه. لذلك يقولون الذي يقع في الزنا مثلا يقولون يعني لا يفضح من أول مرة، الله عز وجل يسرع المرة الأولى والثانية والثالثة، فلعله يتوب ويترك كذا الذنب، ولكن إذا استمر فقد يفضح وقد يكون هناك البلاء. ولكن الله عز وجل يستر عليه ولبره وحلمه ويدعو إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فيشاهد بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، ولو شاء لفضحه بين خلقه، وهذا من كمال بره ومن أسمائه. من أسمائه هو البر، وهذا البر من سيده كان عن كمال غنى وكمال فخر العبد إليه. يعني قد يحلم عليك إنسان مثلا لأنه يحتاج إليك، يعني أنت تخدمه مثلا أو موظف عنده وتخطئ وتحدث مخالفات ويصبر عليك أنه محتاج إليك، ولكن الله عز وجل يعني بر يعني حليم يعني رحيم مع كمال غنى ومع يعني فقر العبد إلى الله عز وجل. يقول وهذا البر من سيدي كان عن كمال غنى وكمال فقر العبد إليه، فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم، فيذهل عن ذكر الخطيئة فيبقى مع الله سبحانه، وهذا أنفع له من الاشتغال بجناياته. أفضل من أن يقول يعني لو أني مثلا أفعل كذا لم أقع في معصية، فهو يكون مع الله يفكر في عزته في أسمائه في صفاته في بره في حلمه، فيذهل عن ذكر الخطيئة فيبقى مع الله سبحانه، وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل معصيته. فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه والمطلب الأعلى والمقصد الأسمى سيكون مشغولا بالله عز وجل، ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقا. أن ذكرنا من تهم التوبة يعني استمرار الغفلة ويعني قلب العبد يحدثه بالذنب مرة ثانية، تذكر حلاوة الذنب ونفسه تدعو إلى معاودة الذنب مرة ثانية، ولكن يعني هذا مع أنه مع الله جل لا ينسى الخطيئة مطلقا، بل في هذه الحال فإذا فقد فليرجع إلى مطالعة الخطيئة وذكر الجناية، ولكل وقت ومقام عبودية تليق به. ومنها شهود حلم الله، يعني قلنا البر في الستر أنه ستر عليه في حال ارتكاب المعصية، منها أن الله جل حلم عليه كان يمكن أن يعني يعجله العقوبة وفي المعصية في إهمال راكب الخطيئة، ولو شاء لعجله بالعقوبة، ولكنه الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه باسمه الحليم ومشاهدة صفة الحلم والتعبد بهذا الاسم والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب أحب إلى الله وأصلح العبد وأنفع من فوقها ووجود الملزوم بدون لازمه مبتدع وأنفع من فواتها، في خطر الله ولا في الطاقة السلفية أنفع من فواتها. ومنها معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه، يعني قلنا أنه ستر عليه وأبهله ثم لو تاب إليه رجع الله عز وجل يقبله، يعني حتى لقتل 99 نفس بل 100 نفس وأراد التوبة قبله الله عز وجل وقبضت روحه ملائكة الرحمة. ومنها معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بالتوبة لا بالاحتجاج بالقدر، لأن يعني
عز وجل يلغيه. أما إبليس فقال بما أغويتني، يحتجي بالإيه؟ بالقدر. فهو إيمان يعني من يحتجي بالقدر أو يرد الأمر الشرعي بالأمر الإيه الكوني. ومنها معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بالتوبة لا بالاحتجاج بالقدر، فإنه مخاصمة ومحاتب كما قال الطحاوي: فويل لمن صار لله في القدر خصيما وأحضر القلب فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهم في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. لأن الله جل وعلا أمرنا بأمور شرعية: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، نهانا عن الخمر وعن الزنا وعن قتل الناس. فما يجي واحد يقع في معصية ويقول يعني إن هذا القدر، يبقى بيدفع الأمر الشرعي والأمر الإيه؟ الكوني. فهذا مخاصم بالله عز وجل، هو الواجب عليه أن يطيع الأمر الشرعي، أما الأمر الكوني فهو كائن. والله عز وجل لا يحاسبه لأنه يعني كان رجلا ولم يكن امرأة، وكان طويلا ولم يكن قصيرا، هذه أشياء أيضا قدرية قدرها الله عز وجل، ولكن ليس فيها حساب ولا عقاب، لأن الإنسان يعني ليس له يد فيه. ولكن إذا وقع فيه معصية فلا شك أنها يعني بقدر الله، ولكن تنسب إليه كسبا هو اكتسبها. يقول: ومن ومنها معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بالتوبة لا بالاحتجاج بالقدر، فإنه مخاصمة ومحاجة، فيقبل عذره فيوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره ومحبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك. خاصة التوبة في أمة الإسلام الندم والعزم على عدم العودة ورد المظالم والإخلاص، وأن تقع في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. كان في بني إسرائيل تقتلوا أنفسهم، يعني يقتلوا إخوانهم، يعني يطفئ النور ويقتل بعضهم بعضا، فهذه توبة بني إسرائيل. وكانت إذا أصابت النجاسة يعني توبه يقطع هذا الجزء من التوبة الذي أصابته النجاسة. عندنا نغسل بالماء فالماء طهور. فالله جل يعني هذه الأمة رفع عنها الأوصال والأغلال وجعل توبتها هي الندم والعزم على عدم العودة كما ذكرنا، ولكن كان في بني إسرائيل فاقتلوا أنفسكم يقتل بعضهم بعض. يقول: فيوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره ومحبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك، فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجزاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده، والواقع شاهد بذلك. فعبودية التوبة بعد الذنب لون، وهذا لون آخر، منها أن يشهد فضله في مغفرته، فإن المغفرة فضل من الله. الإنسان يستحق العقوبة بارتكاب الذنب، فإذا غفر الله عز وجل له هذا محض فضل من الله عز وجل، وإلا فلو أخذك بمحض حقه كان عادلا محمودا، وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقك. فيوجب له ذلك أيضا شكرا له ومحبة وإنابة وفرحا وابتهاجا به ومعرفة له باسمه. ومشاهدة لهذه الصفة وتعبدا لمقتضاها ليصل المغفرة، وهذا أكمل في العبودية والمحبة والمعرفة. ومنها أن يكمل لعبده مراتب الذل، يعني كما قلنا أن الإيه؟ أن العبادة هي كمال الحب مع تمام الذل، فالذل وحده ليس عبادة أو ليس عبادة كاملة، والحب وحده ليس عبادة، ولكن العبادة هي كمال الحب مع تمام الذل. فوقوع العبد في المعصية تكمل له مراتب الذل، أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه، فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية، ولو قدرت لقالت مثل قول فرعون، قال أن ربكم الأعلى، ولكنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. وإنما يخلصها من النفس فيها، ليس معنى ذلك أن النفس يعني كل نفس إنسان تريد ذلك، ولكن النفس عندها استعداد للطغيان واستعداد للإيه؟ للإخبات والذل لله عز وجل. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فقد يكون الإنسان أفضل من الملائكة كما ذكرنا في درس العقيدة، وقد يكون يعني أشر من الشيطان كما قال بعضهم: كنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جند. فالنفس عندها استعداد للخير واستعداد للشر.
يقول وإنما يخلصنا من هذه المضاهاة ذل العبودية وهو أربع مراتب. المرتبة الأولى مشتركة بين الخلق وهي ذل الحاجة والفقر، فالكافر والفاجر والأمير والوزير والرئيس كل ذلك الله، أنا محتاج للهواء، محتاج للطعام والشراب، محتاج للنفس، آلاف العمليات في داخله، لو توقف القلب يعني دقائق مات، لو توقفت الكلى، لو توقف الكبد، لو أي جهاز من أجهزته توقف يعني يتعرض للهلاك، فهو فقير إلى الله. الهواء لو منع منه الهواء عدة دقائق يوما، فمحتاج فقير إلى الله جل في كل لحظة. فهذه مرتبة مشتركة بين الخلق ويذل الحاجة والفقر إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، لو واحد عنده مليارات فهو فقير إلى الله، لأن قد يصاب بمرض لا يستمتع بما يستمتع به أفقر الناس، يعرفش ينام، يعرفش يجيب طعام من الطعام، بل لعله أطباء يمنعونه من الطعام، يجيله مغص يلف حوالين نفسه. فالإنسان يعني فقير الله، يعني مهما يعني على في الدنيا، فأهل السماوات والأرض جميعا محتاجون إليه، فقراء إليه، وهو وحده الغني عنه. فكما أن الله جل غني غنى ذاتيا، فالعبد فقير فقرا ذاتيا، لأن غنى الله عز وجل في ذاته. يوم يبدل الأرض غير الأرض والسماوات يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولكن قلنا فلان مثلا غني أنه عنده عمارة أو عنده عمارات أو عنده مصنع، وقد تزول عنه زلزال، يعني قد يذهب بها في أقل من دقيقة، وبالتأكيد هو يزول عنها، بالتأكيد هو يموت ويترك البقية. فيعني هذا غنى في الأعراض، فده غنى مجازي مش غنى حقيقي. المرتبة الثانية ذل الطاعة، ذل الحاجة، وإلى كل الخلق أذلة، ذل الطاعة والعبودية وذل الاختيار، سنختار أن يكون عبدا لله. كما قلنا يعني الناس أحد رجلين، رجل يعتقد بأنه عبد، فإذا أمر التمر وإذا نهي انزجر، وإذا أتته نعمة شكر، وإذا أتته بلاء صبر، فهو معترف بأنه عبد. فهذا ذل الإيه؟ العبودية. وهذا ذل اختياري، يعني هو اختار أن يكون يعني عبدا لله، والعبودية تقتضي الذل لله عز وجل والطاعة والخضوع والانقياد شرعا. والثاني الذي يعترف بأنه عبد فهو عبد قهر، يعني هو مغفور، يعني دليل الله عز وجل ذل قهر، ولكن هو لم يختم أن يكون عبدا لله، فهو عبد الهواء أو عبد المنصب أو عبد الدينار والدرهم أو عبد للشيطان أو عبد الإبراء أو عبد للشجر أو الحجر، فهو اختار أن يكون عبدا لغير الله. فالمرتبة الثانية من مراتب الذل هي ذل الطاعة والعبودية وذل الاختيار. كما قلنا يعني غير مرة، المخلوق لا ينفك عن عبودية، يعني إما أن تكون عبدا لله أو عبدا غيره. الإنسان الذي يضع جبهته في التراب لله عز وجل أتجد عبد للطاغوت، عبد للمال، عبد للمرأة، عبد للشيطان، لابد أن يقع في العبودية لغير الله. ولذلك يعني كانت العبودية لله عز وجل للتشريف وتكريم، كما قال القاضي عياض: إما زادني شرفا وتيها بكيت بأخمصي أطر أتريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فأنت كن عبد لملك السماوات والأرض وملك السماوات والأرض، غير أن تكون عبدا لطاغوت، مخلوق يعني مثله، ضعيف فقير دليل مثله، أو عبد للشجر أو الحجر أو عبد الشيطان. فالعبودية لله عز وجل تشريف وتكريم. مرتبة ثالثة ذل المحبة، فإن المحب ذليل بالذات، وعلى قدر محبته له يكون يعني ذله. أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. قال بعضهم: مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. فهذا ذل الإيه؟ المحبة. يبقى قلنا ذل الحال والاضطراب كل الخلق، ذل الطاعة والعبودية ذل الاختيار، ذل المحبة بتكمل بالمعصية مراتب الذل، مرتبة رابعة ذل المعصية والجناية. فهذه من أسرار الإيه؟ التوبة، أن الإنسان لو وقع في معصية يكمل له مراتب الذل الإيه؟ الأربعة. فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربعة كان الذل لله عز وجل والخضوع له أكمل وأتم.
كما قلنا ان العباده هي كمال الحب مع تمام الذل. اذ يذل له خوفا وخشيه ومحبه وانابه وطاعه وفخرا وفاخرا. ومنها ان اسماء الله الحسنى تقتضي اثرها اقتضاء الاسباب التامه لمسبباتها. فاسم السميع البصير يقتضي مسموعا ومبصورا، لابد ان يكون هناك يعني من يسمع وما يبصر. واسم الرزاق يقتضي مرزوقا، لابد ان يكون هناك خلق يرزقهم الله عز وجل. واسم الرحيم يقتضي مرحوما، وكذلك اسماء الغفور والعفو والتواب يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه. ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات، إذ هي أسماء كمال ونعوم جلال. وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذا الحديث رواه مسلم والترمذي وله طرق يعني كثيرة. طبعا يكفي أن رواه مسلم يعني حتى نطمئن إلى صحته. والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. يقول: فإذا فرضت أن المعصية والخطيئة منتفية عن العالم، الله عز وجل عصم كل العباد، يمكن أن الله عز وجل قادر على يجعل العباد الوهين جميعا معصومين، ولكن على من يحلم ولمن يغفر وعلى من يعفو. فإذا فرضت أن المعصية والخطيئة منتفية عن العالم فلمن يغفر وعمن يعفو وعلى من يتوب ويحلم. وإذا فرضت الفاقات كلها قد سدت والعبيد أغنياء معافون فأين السؤال والتضرع؟ لو الإنسان يعني في الصحة وعنده مال وعنده الجاه وعنده سلطان مش هيشعر بالإنسان بيضغط يوم مثلا ويلازم السرير يتذكر أوقات الصحة ويدعو الله جل وعلا العافية. لو جاء يوم مثلا ليس معه مال بيحس بنعمة أن الله جل وعلا ستره ووسع عليه وأعطاه. فالإنسان لا يستشعر النعمة إلا عند حرمانه. يقول: وإذا فرضت الفاقات يعني كلها قد سدت والعبيد أغنياء معافون فأين السؤال والتضرع؟ بل الله جل يبتلي الناس يسمع تضرعهم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فالله جل يبتلي العباد حتى يظهر فقرهم وحاجتهم ونقصهم واضطرارهم يعني إليه. يقول: فأين السؤال والتضرع والابتهال والإجابة وشهود الفضل والمنة والتخصيص بالإنعام والإكرام؟ فسبحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات ودلهم عليه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. يقول: منها السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة ولا تجثر عليه الإشارة وينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد، بل شهدته قلوب خواص العباد فازدادت به معرفة لربها ومحبة له وطمأنينة به وشوقا إليه ولهجا بذكره وشهودا للطفه وكرمه وإحسانه ومطالعة لسر العبودية وإشرافا على حقيقة الألوهية. وما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت. يعني هو في صحراء يعني وحش ومعه الراحلة الجمل عليه الطعام والشراب. لو فقد يعني الجمل بما عليه أو بما حمل لفقد أسباب الحياة. يقول: وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. يعني أيس يعني من الحصول على الراحلة. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه. يعني لا يتصور في الدنيا فرح مثل هذا الفرح. إنسان فقد كل أسباب الحياة وليس يعني هناك أمل في أن يعوض يعني بأسباب أخرى، ثم وجد الحياة مرة ثانية.
فيقول: فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا برحلته وزاده. في بعض الأيام يعني قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، تصوير لشدة يعني فرح هذا الواجب برحلته. فكيف أن الرجل يعني لم يتضرر بمعصية العبد، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، لا يتضرر بمعصية العبد، ومع ذلك يفرح بتوبته وبرجوعه إلى الله عز وجل. كما أن الله جل يأمرنا بالطاعة والعبادة ولا يستفيد شيئا من الطاعة والعبادة، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منه، ولكن يحب العباد أن يطيعوه وأن يخضعوا له عز وجل وأن يعاملوه من أجل أن يربحوا على الله عز وجل أعظم من أرباب. فلا طبعا يعني كل أحد يريدك لنفسه، أي بيع لك شيء، أشتري منك شيء، أنت قد تربح أيضا، أنت محتاج تبيع شيء معين، محتاج تشتري شيء معين فأنت تربح، ولكن في الواقع هو ما قصد ذلك، هو قصد أن يربح عليك وقد تربح أنت عليه، ولكن الله عز وجل يريد منك أن تعمله من أجل أن تربح أنت على الله، والله عز وجل غني عنك وعن طاعتك وعن عبادتك. فطبعا يعني كل هذه المعاني مما تجعل الإنسان يزداد حبا لله، أنه يفرح بتوبة عبده وأنه يأمره بطاعته من أجل يعني أن ينعم عليه، والله عز وجل يستفيد شيئا من طاعته، و يعني كل هذا مما يدعو الإنسان لمزيد من محبة الله يعني عز وجل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم محبة الرب جل وعلا للتوبة، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يستر العبد حيث لا يستر العبد نفسه، ويرحم العبد حيث لا يرحم العبد نفسه. فأوجبت هذه المحبة فرحا كأعظم ما يقدر من الفرح، ولو كان في الفرح المشهود يعني في العالم نوع أعظم من فرح فرحة هذا الواجب لمادة حياته وبلغه في سفره بعد إياسه من أسباب الحياة بفقده راحلته، وهذا كشدة محبته لتوبة التائب المحب إذا اشتدت يعني محبته للشيء وغاب عنه ثم وجده وصار طوع يده فلا فرحة أعظم من فرحته يعني به. فكيف يفرح الله عز وجل بتوبة العبد؟ وكذلك الله عز وجل يحب العبد أن يداوم على العمل الصالح، حب العمل إلى الله أدوامه، لماذا؟ حتى يدوم عليه الفضل من الله عز وجل. الله عز وجل يحب أن يدوم على العمل الصالح حتى يدوم عليه الفضل، حتى لو كان عمل قليل ودائم فهو أكثر من كثير المنقطع، لأن الله عز وجل يحب أن يوالي إحسانه وأن لا يقطع عن العبد يعني بره ويعني فضله. فلذلك يعني العمل القليل الدائم أفضل من الكثير المنقطع. يقول: فما الظن بمحبوب لك تحبه حبا شديدا أسره عدوك وحال بينك وبينه وأنت تعلم أن العدو سيسومه سوء العذاب؟ الإنسان لو الله عز وجل خلق الإنسان بيده، والذي أنزل له الكتب وأرسل له الرسل يدعوهم إليه وإلى محبته وإلى عبادة الله، فإذا مرض على الله وأسره عدو شيطان، يقول: فما الظن بمحبوب لك تحبه حبا شديدا أسره عدوك وحال بينك وبينه وأنت تعلم أن العدو سيسوم سوء العذاب؟ مش في الآخرة بس، مش كل سنة في دخول النار، لا، في الدنيا المعرضين عن شرع الله في الضنك وشقاء وهم وغم وحزن وأمراض نفسية واكتئاب وحياتهم هكذا، يعني تعلم أن العدو سيسوم سوء العذاب ويعرضه لأنواع الهلاك وأنت أولى به منه، وهو غرسك وتربيتك. يعني لو ابنك مثلا العدو أسره ويعذبه ويمنعه الطعام والشراب ولا يجد الراحة معه، يعني فكيف بالمخلوق الذي خلقه الله عز وجل بيده وأعد له جنته وأرسل له الرسل يدعوهم يعني إليه وإلى محبته؟ يقول: ثم إنه انفلت من عدوه ووافاك على غير ميعاد، فلم يفجأك إلا هو على بابك يتملقك ويترضاك ويستعينك ويمرر خديه على تراب أعتابك، فكيف يكون فرحك به وقد اختصصته لنفسك ورضيته لقربك وألفقته على سواك؟ هذا ولست الذي أوجدته وخلقته
خلقته وأسبغت عليه نعمك، والله عز وجل الذي أوجد عبده وخلقه وكونه وأسبغ عليه نعمه وهو يحب أن يتمها عليه. طبعا تمام النعمة بكل الجنة وهي نجاة من النار، نسأل الله تعالى تمام النعمة، ويحب أن يتمها عليه فيصير مظهرا لنعمه قابلها أو قابلا لها شاكرا لها محبا لوليها ومطيعا له عابدا معاديا لعدوه ومبغضا له وعاصيا له، وفي التوبة من ذلك أوفر نصير. فكان بذلك التوبة من أحب العبادات إلى الله، نسأل الله تعالى أن يرزقنا توبة نصوح. فالبدارة البدارة التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملا يجاوز الأمر فيه مجهود الأطباء واختباره، فلا ينفع بعد ذلك نصح الناصحين ووعظ الواعظين، وتحق الكلمة علي أنه من أصحاب الجحيم. توبة التوبة قبل أن يأتيكم من الموت النوبة، فلا تحصلوا إلا على الخسران والخيبة. الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة، الإفاقة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقة. فانتبه لك لباب التوبة في بحر الله.